في مشاريع طول السنة موجودة لأولادنا بالتنسيق مع وزارة الضمان الاجتماعي، بنعملهم البرامج الرياضية اللي موجودة يعني. وفي برامج أخرى زي يوم اللي عملناه خصيصا فطار الشباب لأولادنا يعني الأورفنز أو الأيتام، ومناشط ليها كتيرة. لكن تتويج اليوم ده بمناسبة يومهم يعني يوم اليتيم، الوزارة طبعا مع إدارتنا إحنا عملنا لهم ده يوم ترفيهي رياضي، بنقول لهم رسالة كبيرة جدا، إحنا يعني معاكم ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة مجسدة في وزارة الشباب والرياضة زي بقية الوزارات. ما هو وزارة التضامن دورها الإنساني اللي موجود موجود، وزارة الشباب والرياضة دورنا للقطاعات السنية أيضا موجود، وموجود في ظل النشاط الترفيهي والنشاط الرياضي. هو احنا طبعا الايفنت ده تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو مشروع قومي عندنا بتنفذه وزاره الشباب والرياضه على مستوى 27 محافظه. ده ختام للمشروع بصفه عامه، وفرحه للولاد بالاحتفال باليوم العالمي للايتام. هو طبعا احنا غيرنا اسمه خليناها انا احقق ذاتي. اليوم ده احنا بنعمل فيه حاجات كتير جدا. احنا الاسبوع اللي فات اطلقنا قطار الشباب اللي انا احقق ذاتي برضو على مختارين من كل المحافظات، والنهارده الاحتفاليه برضو بمناسبه اليوم العالمي بتاعهم. وزارة الشباب والرياضة بتتوج المشروع بصفة عامة بالسنة، بتتوجه في هذا اليوم بالاحتفالية. أنا انبسطت جدا، الوزير جه ولعب معايا في الفريق، ويعني وصل باين عليه يعني اليوم كان حلو، والله ما كانش حاجة عش خالص يعني. النهاردة كان يوم جميل واتبسطت أوي النهاردة، ومن ده أحسن يوم في حياتي النهاردة. حاجة كويسة يعني ان انا العب قدام الوزير اصلا يعني، دردشت ولا بس شوية حلوين يعني. اليوم النهاردة حلو بسم الله ما شاء الله يعني، وطلبت الوزير انه يعمل ملاعب في الغردقة يعني عشان ناشئين وفي مواهب كتير، تمام، والحمد لله قال لي ماشي وقال لي ان شاء الله نعمل ملاعب يعني. ركبت بتاع بيت الصابون وقعدت العب، واليوم جميل قوي، لعبت كتير وضحكت وهيصت يعني، يوم جميل. اليوم كان حلو جدا ولعبنا بألعاب، الألعاب كانت فعلا حلوة وتمتعنا كتير، وكنا بنلعب والناس بتحافظ علينا، وكنا بنجري وكنا بنتصور وكنا بنعمل كل حاجة حلوة. دخلت اللي هي الزحليقة، قعدت اتزحلق فيها، ودخلت اللي هي الصابون اتغرقت. هو اليوم حلو قوي وجميل، واكتر حاجه اتبسطت هي بيت الصابون. لا مبسوطه مع اصحابي والشلال بتاع الرمله دي، ولعبت الشلال والدنيا جميله قوي يعني. عمو اللي هو بيرسم قال لي اسمك ايه؟ قلت له اسمي حبيبه، جه رسم لي رسمه فراشه. انا عن نفسي بحب الفراشات قوي. اليوم جميل خالص والالعاب جميله كلها، ويعني الدنيا كلها الجو جميل قوي النهارده.